بخصوص تطبيق نظام مطابقة الانتقال الدولي واللاعبين، ينضم معي مدير احتراف من أندية الهلال الأستاذ عبد الله برقان. مساء الخير أستاذ عبد الله. يا مرحبا، حياك الله طال عمرك. الدكتور عبد الله، ودي أنك تشرح لنا النظام الجديد المطبق من الاتحاد الدولي اللي راح يطبق الشهر القادم إن شاء الله. هو طبعا نظام مطابقة انتقال اللاعبين المحترفين والهواة، هذا الحقيقة يوفر كثير من الوقت، لأنه أول كنا نعاني بالنسبة للبطاقة الدولية كانت تتأخر كثير صراحة، تقريبا توصل إلى تقريبا أسبوعين. في النظام هذا بإذن الله راح يوفر كثير من الوقت، لأنه أنت مجرد ما تدخل المعلومات عن طريق الحاسب الآلي خلال تقريبا 24 ساعة تكون الشهادة الدولية عندك إن شاء الله. هذا النظام بكل سهولة. طبعا هذا النظام راح يكون إجباري على جميع الاتحادات الأهلية في جميع العالم، لأنه هذا النظام الاتحاد الدولي وسيكون إجباري من شهر أكتوبر 2010. اللي هو الشهر الجاي. الشهر القادم إن شاء الله. طيب بخصوص الأندية هل هي مستعدة لتطبيق النظام بما أنه إجباري؟ لا، هو طبعا الآن ورشة العمل اللي راح تقام إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق 28 سبتمبر، هذه الورشة الخامسة. لأنه قيمت قبل الورشة هذه أربع ورشات، يعني ابتدت في الرياض، بعدين كانت في القصيم، بعدين الخبر، بعدين جدة، والآن هذه الورشة الخامسة والأخيرة. بعدها يعني يصير النادي مسؤول عن حقيقة تطبيق هذا النظام. طبعا في كل نادي الآن مدير مطابقة انتقال اللاعبين وعنده الرقم السري الخاص في هذا النظام من الاتحاد الدولي مباشرة. فللأسف الشديد الحقيقة في هذه، اسمح لي، انه بعض الأندية لم تحضر ولا ورشة عمل من الورش هذه. لذلك ستواجه يعني إشكاليات كبيرة في عند بدء تطبيق هذا النظام في الشهر القادم. يعني في اشكاليه راح تواجه الانديه السعوديه او لا بعض الانديه السعوديه؟ بعض الانديه السعوديه. الكثير يعني تخيل خمس ورش الان بما فيها الورشه القادمه، خمس ورش هذه كانت لتعويد المسؤول عن هذا النظام، عن طريقه عمله، وكيف يعني انه يخاطب النادي الثاني، وكيف انه يحصل على الشهاده الدوليه. خمس يعني خمس ورش، انه هذه كافيه انه تتميز انت فيها. الحمد لله كثير من الانديه موجود فيها النظام هذا الان، لكن بعض الأندية للأسف لم تحضر هذه الورش، لذلك طيب ستجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذا النظام. طيب هذه الأندية أندية في مقدمة ترتيب الدوري ولا في النص ولا؟ أنا ما أدري، أقول أساميها بس. لا، بالنسبة للنظام هذا ما فيه مقدمة ومؤخرة، هو النظام واحد على كل الأندية، والأندية متساوية أنا عندي بصراحة. كل الشكر لك دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، في مداخلة من الدكتور مدني رحيم. مساك الله بخير يا دكتور. ذكر واعذرني يا دكتور الحقيقه، لاني ما انا خارج المنزل. الله يكون في عونك. لكن وجودك واعذرني، ولا لك حق علينا نسلم عليك. الله ما يحتاج، انت ما تقصر، الله يخليك. دكتور دحين الان يعني النظام بيقول يعني معناه الفتره الشتويه حنبتدي بالنظام الجديد، ولا؟ صحيح. طيب يعني معناه انا بعرف لو انا كنادي تعاقدت مع لاعب انا بدخل المعلومات وبتجيني البطاقه، مو كده؟ انا ارسل البطاقه دي للاتحاد السعودي. اي نعم صحيح كده. هو كيف يا دكتور؟ الان النظام هذا اعتبار من الفتره القادمه اللي راح تبدا في يناير ان شاء الله. ان شاء الله. انا في نادي الهلال احصل على البطاقه داخل نادي الهلال، بعدين ارسلها للاتحاد السعودي. يعني كده خلاص الاتحاد السعودي مقبوله عنده، عارف؟ اي خلاص، لان هذا اوتوماتيك، انا عندي الموافقه من الشركه المسؤوله في الاتحاد الدولي يا دكتور. خلاص، هذا جزاكم الله خير. فهذه جدا ممتازه ومريحه، يعني جدا ممتازه ومريحه. وبعدين ايضا من فائده النظام هذا يا دكتور، نعم، انه يعني يمنع اي شيء يعني تحت الطاوله، لانه كل البيانات لازم تكون موجوده في المعلومات هذه بالحاسب، فيكون النادي ملزم فيها. يعني بعد كده ما في طاولات ما دام ما في شيء نهائي. لكن نهائي. ايضا وطبعا دكتور، ايضا في الاتحاد الدولي حرص على تطبيق النظام هذا برضه لتخبر، كان يعني في غسيل اموال كبيره جدا، يعني كانوا بعض هذا يستخدمون انتقال اللاعبين في غسيل الاموال حقيقه. فبالنظام هذا اصبح العقد اللي موجود في الحاسب هذه ملزم على الناديين. يعني هي ثلاث ايجابيات او اربع ايجابيات لهذا النظام: عدم تاخير البطاقه تحت الطاوله والغسيل الاموال. اي صحيح. يعني انا كنادي ادخل ساعه ما يكون التوقيع بيني وبين اللاعب 100%، مو كده؟
انا دكتور بمجرد ما تكون معلوماتي مع النادي الاخر اللي عنده اللاعب اللي انا باخذه متطابقه، الاتحاد الدولي يعطيني الاوكي بالنسبه للنموذج اللي عبيته انا عن طريق الحاسب الالي. ايه بس ما يكون في اتفاق يعني في مضي اوراق ولا لا؟ لا لا، هذه قبل لا نخش يا دكتور. الحين مثلا ابغى اجيب لاعب في يناير، طيب ان ارسلنا للنادي ووافق النادي على شروط معينه يعني. طيب الشروط هذه ندخلها في الحاسب الالي احنا والنادي اللي بناخذ من اللاعب، بمجرد ما تطابق المعلومتين هذه الفيفا يعطيني البطاقه، بطاقه اللاعب مباشره خلاص. يعني يصير عادي اوتوماتيكيا اللاعب كان وقع عندي. كان وقع عندي، انتهينا خلاص. يعني فيها. يعني باختصار كان الاتحاد الدولي هو الحكم. يعني ما في مزايدات هتصير. نهائي، راح يلغى المزايدات في النظام هذا نهائيا. الله جزاكم الله. وضحت الصوره دكتور عبد الله، كل الله يقويكم. شكرا لك دكتور عبد الله. شكرا لك دكتور عبد الله البرقان مدير الاحتراف بنادي الهلال.